انا بعطيك سنتين بس، خلال سنتين بالاخر هنعيشه. طبعا اول باول شو كل يوم كل ساعه كل دقيقه بتابع اكيد اول باول اخبار البلد. انه من لما اجيت تركيا صرت عن جد كثير اتابع اخبار البلد، مش عارفه ليش زمان ما كنتش. من فتره لفتره ليش بعت عن الاخبار؟ مش عارف، يمكن الواحد بوصل لفتره من الفترات بده يرتاح شوي. او وصلت مرحله اني افوت على الانستغرام بس عشان احضر ستوريز او اشوف حدا فاتح لايف ايش يصير بالاقصى بالبلد باي شيء. بعرف اخبارك اكثر من العايشين بفلسطين. كل من الانستغرام بشوف اخبار فلسطين. الانستغرام انا الانستغرام صراحه. على الانستغرام في صفحات اكثر شيء اللي هي الانستغرام، بعدين بيجي الفيس. انستغرام وفيسبوك. فيسبوك بوصلني رسائل اول باول شو بصير بالبلد. حتى عملت جروب للعيله كتبت سميته الاخبار السريعه. والله على كل المواقع. تليجرام كل الصفحات الاخباريه تقريبا عندي، كل القنوات الاخباريه على اليوتيوب. بنفس الوقت عندي الأصدقاء والأهل طبعاً موجودين وباخذ الأخبار بشكل مباشر. لازم الواحد يكون عارف بالبلد أو برا البلد، لازم الواحد يكون عارف شو بيصير، لأنه الأمور أصلاً في تصاعد. يعني وين رايحين؟ نحو الهاوية أتوقع أو النهاية. خطرت على بالي أي فأين تذهبون؟ هاي والله ما حدش بعرفها صراحة. والله مش عارفة وين رايحين، بس إشي محزن. رايحين لمخاض كتير كبير. والله ماني عارف. والله رايحين لطريق مسدود. لوين رايحين؟ لعند الله، مالناش غيره أخوي، مالنا غيره. تتحرر فلسطين. والله يمكن يعني في هذا الموضوع أنا يكون عندي تفاؤل زيادة عن اللزوم. إن شاء الله نحو التحرير بإذن الله. صراحة مش كتير متفائلة من هاي الناحية. يعني الواحد بتمنى أنه نكون رايحين للتحرير طبعاً. وعد من الله لفتح القدس، فتح فلسطين إن شاء الله، لأنه بالنهاية أيام إسرائيل صارت معدودة. النتيجة 100% معروفة. يا الله رايحين باتجاه التحرير. أنا ما استرجعت بس حط رجلي في ساحة المسجد الأقصى. لو ما أجاش النصر من عندنا إحنا كمسلمين وما اتحدناش وكذا، راح يكون انهيار داخلي للاحتلال الصهيوني. إن شاء الله إحنا بنكون ربنا يجيب لي في الخير. هلا أنا بشوف اللي بصير وبقعد بحكي الآخرة قربت. هلا بواقعية واحد يكون واقع ويشوف إن الوضع ما بتحسن صراحة. يعني الموضوع صعب كتير. صح، فيش إحنا رايحين على طريق مسدود، ولكن في مستقبل مشرق. نعم في مستقبل مشرق. الحرب تقل. والله مصيبة. أنا بحكي لك الآخر قربت. مع هيك متفائلين ومنقول إن شاء الله رح ترجع هالبلد. هل رح تتحسن في عمرنا إحنا أو في جيلنا إحنا؟ إن شاء الله بنقاوم إحنا. لا أنت مش حينفع تقعدهم. لا ما بقول لك بينفعش يقعد. الحرية إن شاء الله أكيد، هذا وعد من ربنا، ولكن ندعي ربنا إن ربنا يعجل فيه بأسرى وقت. فلسطين قدمت شهداء وأسرى، إن شاء الله إنه ذاهبين للتحرير بإذن رب العالمين. طبعا إحنا مش جاهزين لهذا الإشي، إحنا من جوا مش جاهزين لهذا الإشي. إن شاء الله إحنا كشعب فلسطيني رايحين للأفضل. بدون أمل صعب الواحد يستمر، بدون تفاؤل صعب نستمر، صعب نعيش. إحنا عنا أمل. عندي أمل رفيتي وعندي أمل ببكرة. ما بعرف لمتى بس إن شاء الله تفرج. متفائل بالأمد القريب، يعني أنا ما بدي أتفائل كثير زي باسم جرار. أنا كشخص بتمنى يجي يوم التحرير وأنا موجود على الأرض وأنا عايش حبيبي.